يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو 99. يا رب تكونوا كده بألف ألف ألف خير. حلقة جديدة عن شخصيتنا المصرية. بكون معكم بسنت بكر كل جمعة أو سبت من 12 ل 2 بالليل. النهاردة هنتكلم في إيه؟ هندردش مع بعضينا في إيه؟ كل واحد فينا يا جماعة ليه علاقة بالماضي، بيبقى يعني العلاقة دي ليها شكل مختلف. في اللي بيبقى متصالح مع ماضي، في اللي ما بيحبش يفتكره أبدا، في اللي بيتعلم من أخطاء الماضي، وفي اللي الماضي بيفكره بذكريات سعيدة، وفي اللي بيفضل عايش في صفحة الماضي وناسي اللحظة اللي عايش فيها رايح مع الماضي. طب هل المفروض نفضل فاكرين كل اللي حصل لنا في الماضي، ولا المفروض ننساه، ولا نتعلم من دروسه؟ من أقوال صاحب نوبل نجيب محفوظ، قالك من يحمل الماضي تتعثر خطاه. يعني بس أنا عايزة يعني لو يسمح لي السادة المثقفين اللي بيسمعوني إن أنا أضيف جزء كده، يعني نقول بتصرف كده، من يحمل الماضي الحزين تتعثر خطاه. لأن مش كل الماضي لو أنت يعني مشيت بيه يضايقك، بالعكس ممكن الماضي ده يكون تاريخك اللي مرسخ جذرك كده في الأرض ومخلي خطوتك ثابتة. النهاردة هتكلم معاكم في الموضوع ده، موضوع صفحة الماضي، وكمان هتكلم هربط الماضي بأدب نجيب محفوظ، ونعمل كده قراءة مختلفة في قصصه ورواياته ومنتجه الفني. فلأنه اللي بتأمل قصص وروايات نجيب محفوظ يا جماعة يلاقي أن خط الماضي من الخطوط الأساسية في كل أعماله. فكرة الماضي المترسخة في ذاكرة كل بطل من أبطاله وطريقة التعامل. النهاردة هيبقى معنا أخبار قد المقام، وهنحظى بضيوف كرام على الهواء مباشرة، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشابة، الدكتور جمال ياقوت، وهنتكلم عن مهرجان المسرح التجريبي كمان في مكان قد المقام. لا النهاردة مش مكان قد المقام، النهاردة هنروح لفقرة كتاب قد المقام أو اقرأ بودنك، واخترت لكم رواية نقراها مع بعض لنجيب محفوظ، ورواية شفتوها في البداية والنهاية، وليه بداية وليه نهاية، وكان يقصد نجيب محفوظ أنهي بداية وأنهي نهاية. يعني النهاردة بس تبعتولي انتوا بقى سؤالكم، انت من الناس اللي بتعرف تتخطى الماضي ولا بتبص دايما وراك؟ 91.9 رقم الاسم اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. وسؤالي النهاردة ليكم، انت من الناس اللي بتعرف تتخطى الماضي ولا بتبص دايما وراك؟ تعالوا سريعا نروح لاخبار قد المقام، لان احنا الحقيقة يعني بنبقى معنيين جدا بكل الحركات الثقافية والاحداث اللي بتسري القوى الناعمة والشخصية المصرية بمقامات انسانية جديدة. انطلاق معرض راس البر الثالث للكتاب بمشاركة 23 ناشر. الناس بقى اللي بتصيف، وانتوا عارفين طبعا راديو 99 معاكم، انت مسافر في كل حتة ومعاك في راس البر. في راس البر النهاردة السبت انطلقت فعاليات معرض راس البر للكتاب في دورته الثالثة، يعني بقاله 3 سنين بيبقى موجود في راس البر للمصيفين. يعني ما هو بحر يعني لازم كتاب، ولا انتوا شايفين ايه؟ وهيشارك 23 دار نشر خاصة، لجانب مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق. والمعرض في راس البر هيشهد لأول مرة مشاركة إدارة الثقافة الزراعية بوزارة الثقافة. واخدين بالكم من إدارة الثقافة الزراعية دي مهمة جدا. المعرض بتستمر فعالياته يا جماعة المصطفين في راس البر من 20-29 أغسطس 2022 طبعا. وطبعا في بقى أنشطة في المعرض كمان بتقدمها الهيئة العامة لأصول الثقافة بموقع المعرض. والمعرض أيضا هيشهد مشاركة مبادرة ثقافتك كتابك. احنا عاملين اقرأ بودنك وبقالنا فترة الحمد لله، يعني الفقرة حايزة، يعني احنا عملناها يمكن في بداية السنة اللي احنا فيها اقرأ بودنك في يناير، يعني مع كانت متزامنة مع معرض الكتاب الدولي. هم كمان عاملين مبادرة اسمها ثقافتك كتابك، اللي بتقدم كتب بأسعار مخفضة جدا، بتبدأ من جنيه واحد يا شباب لعشرين جنيه. يعني مفيش بقى بعد كده لازم بقى البحر يعني كتاب، ولا انتم مش شايفين كده؟ الأستاذ نجيب محفوظ يا جماعة قالك ايه؟ كتب كده وقالك ايه؟ أبطال قصصي أناس ممن تراهم العين كل يوم، آدميون ينفعلون ويثورون ويضحكون ويضيعون في زحام الحياة،
قد يكونون معي في البيت أو جيراني في السكن أو جواري في المكتب، وقد يكونون في طريق وأنا أخذ من الواقع وأنسج عليه من الخيال. مع ذا الكلام أن أدب نجيب محفوظ أدب واقعي، شال الماضي، يعني كتب الماضي وكتب الحاضر وتوقع وتنبأ بحاجات كثيرة في المستقبل، وده هيبقى واضح جدا للي قرأ أدب نجيب محفوظ. وأتمنى أنه الناس اللي يعني ما بتقراش تبدأ تقرأ. انت عارفين احنا عندنا في قد المقام بدأنا من اول السنة في يناير 2022 فقرة كتاب قد المقام او اقرأ بودنك، بما اننا بقى يعني ذاكرة سمعية كده. النهاردة هقرأ لكم، او مش هقرأ طبعا الرواية كلها، لكن بداية ونهاية يعني انا بشوف هي من اقرب الروايات تأثيرا وجماهيرية الحقيقة. لما تعرضت فيلم سناء جميلة عملت فيها دور، لكن يا ترى كان نجيب محفوظ يقصد ايه بالبداية ويقصد ايه بالنهاية في شكل الاشخاص، يعني البداية والنهاية. يا شادي يا جماعة كانت يعني قدمت اكتر من رواية للاديب الكبير نجيب محفوظ وائل مداء، يعني طبعا حاجات كتير، بس خلوني اقول لكم علشان كده واحنا بنربي العيال وبنتعامل مع كده حتى الولاد اللي في العيلة نبقى عارفين مفهوم ان الطفولة بيتبني عليها حاجات كتيرة جدا. فطفولة الأديب نجيب محفوظ كانت ما بين ثورة 19 والأم الحكاءة، وده اللي أثر فيه بشكل كبير. الأم اللي بتحكي صلى على النبي، تعالى ما أحكي لك حدوتة يا ويا، تعالى ما أحكي لك حدوتة يا بيت، فتبني الخيال. فوالدة الأستاذ نجيب محفوظ عملت كده معاه لما كان نجيب محفوظ وهو عنده 8 سنين لما قامت ثورة 19. شاف هذا الطفل الصغير المصادمات بين المصريين والإنجليز من البلكونة، هو راجل عايش في مصر القديمة في الجمالية، شايف كل اللي بيحصل في ميدان بيت القاضي في حي الجمالية قدامه، وشايف بقى حشود النساء الشعبيات بالملايات اللف. ويمكن ده أبدع فيه الأستاذ الكبير حسن الإمام في الثلاثية، لدرجة أنا وأنا صغيرة ما كنت بشوف المشاهد اللي في الثلاثية بتاعت الستات وهم طالعين باللبسين اللي هو اليشمك والفرحة السودة وعاش الهلال مع الصليب، كنت بفتكرها والله العظيم مشاهد حقيقية. يعني أنا يعني ما كبرت عرفت إن ده روعة مخرج الواقعية والروائع حسن الإمام. فثورة 19 بتظل المؤثر الأكبر في طفولة نجيب محفوظ، وبيشهد على ده طبعا حضور ثورة 19 وتفاصيلها في كتاباته ورسمه شخصية مثلا فهمي في الثلاثية، وهي شخصية اللي مثلت محور درامي رئيسي الحقيقة، يعني يوريك إحساس الشعب المصري تجاه ثورة 19 والمشاعر بقى المختلطة بين مشاركة شباب المصريين فيها ما بين سعي الأبهات عشان خايفين على عيالهم رصاص الإنجليز واللي يضرب مش عارف إيه، واندفاع الشباب بقى يعني للتضحية في سبيل الوطن من أجل الاستقلال من المستعمر الإنجليزي. زوال ما ده قدم فيه حسن الإمام رواية الكدير نجيب محفوظ، وطبعا كانت شادية بقى، فإحنا ممكن إيه نعمل بلاي ليست كده شادية